كل كاتب من فوق الرف هنا يلقي حرفاً ليلتقي بحرف كاتب آخر على الرف المقابل، فتتجلى صورة مبتكرة يروق بها المزاج حين تسرد قصة تلمع في الوجدان كومضة برق. جناح سلطنة عمان تمثله وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الإعلام، ومعرض عمان الدولي للكتاب من المعارض التي نحرص على المشاركة فيها بشكل رئيسي. نستعرض مجالات ثقافية ومجموعة من الإصدارات المختلفة في شتى مجالات المعرفة، تاريخا، حضارة وحاضرا. نعرف بسلطنة عمان في مختلف جوانبها السياحية، التراثية، الثقافية، الحضارية، وما يجمع الجانبان العماني والأردني من علاقات تاريخية متجذرة منذ القدم، تزداد رسوخا اليوم في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وعهد جلالة الملك عبد الله بن الحسين. هنا بوح عاشق يرسل من دوحة قطر غصنا يانعا يغرسه في رياض السعودية حيث يرتع ظبي الإمارات. المغزى أنا المهمة تبعيتي إني أوسع الطلب على الكتاب العربي، أوكي؟ والإنجليزي عم يتعلمه بالمدرسة، هو أصلاً حيطلع عربي إنجليزي بالنهاية، ولكن تجربة الاستغناء عن العربي أو هيك بعدوه عن العربي هلأ مش لمصلحة للقارئ، للولد، ولا لأهله، ولا للمدرسة، ولا للوطن. احنا دار متخصصين بنشر كتب البزنس اللي هو من ضمنها مواضيع التسويق، إدارة الأعمال، ريادة الأعمال، التصميم وتجربة المستخدم زي ما انتم شايفين، وأيضا في عنا كتب الأطفال حتى الطلاب بيستفيدوا من الكتب الموجودة عنا، وأيضا الأشخاص المتخرجين من الجامعات. مؤسسة البصائر للدراسات والنشر هي مؤسسة عراقية مسجلة في تركيا تعتني بالكتاب العراقي والشأن العراقي بشكل عام، سواء كان الثقافي أو الشرعي أو اللغوي أو الأدبي وما إلى ذلك. توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة هيئة الشرق الكتاب في المعارض العربية والمحافل الدولية. بجناح يضم إصدارات من الشارقة لإطلاع الجمهور على هذه الإصدارات وتعريف الجمهور بدور الهيئة في المجال الثقافي في الوطن العربي. في كثير من الكتب الذي نحن نستفيد منه، اشتريت كتب اسمه فيك منحجي الذي استخدم في الجامعة. فخور أني موجود بهذا المعرض لقيادة أول تجربة نشر لإلي في كتابي دقيقة في القيادة، وهو كتاب بتحدث عن قيادة الذات مبدئيا وكيف بتأثر على قيادتك للآخرين والمؤسسات. كناشر بقول لك بصراحة أنا مبسوط جدا من اللي بصير، الإقبال رائع، بدل أمانة وجود الكتب الحديثة المتوفرة في معرض عمان 22 للكتاب على قديش أنه إحنا بلشنا ننهض كأمة، وأنه الكتاب الورقي ما زال له قيمته وله مكانه. بوح عاشق قلم مؤرخ وفكر سياسي، توليفة فريدة بخلطة عربية أوروبية شرق آسيوية هنا على أرض معرض عمان الدولي للكتاب.